ومعنا عبر الهاتف من قطاع غزة رئيس بلدية غزة يحيى السراج. صباح الخير سيد يحيى، أهلا وسهلا بك معنا. كيف تبدو الأمور في قطاع غزة من حيث محطات الصرف الصحي وأبار المياه؟ صباحكم جميعا. الأوضاع صعبة جدا، تزداد صعوبة ساعة بعد ساعة. ليس هناك مكان آمن في قطاع غزة، المواطنون لا يشعرون بأي وجود أي مكان آمن، تم استهداف كل الأماكن، ليس هناك أي تمييز بين مستشفى، مسجد، كنيسة، مدرسة، مركز إيواء. تم أمس إجبار جميع الموجودين المحتمين في مستشفى القدس للسيع على الأقدام عشرات الكيلومترات، وهم النساء والأطفال والمرضى، للتوجه جنوبا في مكان يدعون انه امن ولكنه ليس بامن. اذا نظرنا الى الخدمات فهي متعطله شبه تعطيل كامل. نحن فقدنا الخدمات المختلفه، فقدنا خدمات النظافه وتتجمع النفايات في معظم الشوارع، تتجمع في مركز المدينه، تشتعل بها النيران وتخرج منها ابخره وغازات ودخان يؤذي السكان. خدمات الصرف الصحي متوقفه تقريبا بشكل كامل، وتتسرب المياه باستمرار الى سطح البحر الى درجه 800 من الامطار، تسبب كارثه بيئيه حاليه ومتوقعه وبعيده المدى. توقفنا ايضا عن خدمات فتح الشوارع التي تتعطل وتغلق بسبب قصف المباني المختلفه، وذلك بعد استهداف وشف الصيانه الخاصه بالبلديه وكراج البلديه، وتم خروج اكثر من 70 مركبه الثقيله الخفيفه عن الخدمه، وبالتالي تعطلت خدماتنا في هذا المجال. وانقطاع كامل للكهرباء وعدم توفر الوقود. نعم. وبالتدريج نحن نفقد حاليا خدمات تصدير المياه، وهنا ستكون الكارثه الكبيره على جميع المواطنين. حاليا 8% فقط من كميه المياه توزع على المواطنين، رغم انه ما زال يعني يوجد في غزه وشمال غزه حسب التخبيرات من 500,000 الى 700,000 مكان، فيكادوا لا يجدون ماء صالح للشرب ناهيك عن الخدمات الاخرى للمياه. فيجب ان يتوقف هذا الاضرار فورا، يجب ان تفتح جميع الحدود، يجب ادخال جميع من يلزم كل الجهات من البحر ومن البر ومن جميع الجهات. لا شك بأن عدم تزويد المواطنين الغزيين بالمياه بسبب لربما عدة نقاط، من أبرزها تضرر يعني الشبكات الخاصة بتزويد المواطنين بالمياه، وأيضا قطع سلطات الاحتلال للمياه عن قطاع غزة ككل. لربما هنا يتم طرح تساؤل، إذا ما تم الوصول إلى هدنة ووقف حتى وإن كان جزئيا لإطلاق النار وإمداد القطاع مرة أخرى بالمياه، كيف ستصل هذه المياه إلى بيوت المواطنين جراء بعد ما تعرضت غزة ككل وشبكات تزويد المياه ككل إلى دمار كبير؟ بالتأكيد هذا تحدي كبير نواجهه ونحاول التفكير بالتغلب عليه، لكن المهم أن يقف العدوان، وبعدها نستطيع أن نتخذ كل السبل وكل الطرق لإيصال المياه، ممكن إيصالها عن طريق تنكات المياه، ممكن إصلاح ما يمكن إصلاحه، هناك آبار معطلة، هناك مولدات أنباء معطلة، هذا تحدي ضخم وكبير، لكن الأهم الآن هو أن يقف هذا الجنون، هذا العدوان. جيش الاحتلال الآن لا يمكن إطلاق عليه جيش، هو آلة للدمار والخراب والقتل. هذا الجنون يجب أن يتوقف، نحن نعتقد أن نعيش في فيلم رعب تحت مساعدة 8 مليار إنسان في العالم دون حراس تقريبا. نعم. يحيى، سيد يحيى، ماذا عن العاملين في بلدية غزة؟ كيف يعني استطعتم خلال الفترة الماضية العمل في قطاع غزة؟ هل من إصابات أو هل من أيضا زملاء لكم استشهدوا خلال الفترة الماضية؟ خلال تأدية عملهم أقصد. نعم، لقد عمل أعضاء لجنة الطوارئ والعاملين في الخدمات المختلفة في الخطر وتحت القصف، وتعرضوا للقصف المباشر، أحيانا تعرضوا للقتل في بيوتهم مع أهاليهم أيضا،
حتى الآن الإحصائية غير كاملة، لكن في مدينة غزة لوحدها فقدنا ما يزيد على 12 زميل من العاملين في البلدية بأسباب مختلفة، بعضهم أثناء عمله، بعضهم في بيته ومع أطفاله. أمس كان هناك أحد العاملين فقد ابنه، وكان يعني يحاول حماية باقي أفراد أسرته، وجاء لاجئا إلينا لا يستطيع أن يجد مكان يدفن فيه ابنه الشهيد. حقيقة المعاناة كبيرة، والجميع يعني يعاني بشكل كبير جدا. شكرا جزيلا، كان معنا عبر الهاتف من قطاع غزة رئيس بلدية غزة يحيى السراج.